دوت كان النار في فتره من الفترات، لان النار دي كانت هي اللي بتتحكم في الانسان. كل المفروض مرفوض، ما عندناش مسلمات، الدين مش وراثه، هنناقش معرفه الحق الحقيقه. الدنيا زي المرجيحه، يوم تحت يوم فوق. يا ابني ركز، خليك في الموضوع. احنا عطلانيون، هنناقش كل الافكار بموضوعيه بحياديه، هنشك في كل حاجه، هنشك في شك نفسه، هناخد عقل ملحد، هندور في كل حته، كل فروع العلم، العلم والايمان. انا نفسي اكمل تعليم. خليك صادق، التفكير مش حلو عشان الالحاد، الشك تفكير، التفكير يؤدي الى الشك، الشك الشك يؤدي الى الالحاد، الشك الشك في الشك، الشك الشك في الالحاد، الشك الشك في الايمان، الشك الشك في الدين. هنحط الشك الشك في التمييز. العلم والإيمان ده مش بس اسم برنامج، العلم والإيمان ده زي ايه؟ زي أبيض واسود، زي شرق وغرب، طويل وقصير. وبعدين العلم والإيمان دول حاجتين عكس بعض، عمرهم ما يتفقوا مع بعض، عمرهم ما يمشوا مع بعض. العلم يعني تشغل مخك وتفكر وتبحث، الإيمان يعني أي حد يقولك أي حاجة يصدقها على طول. العلم يعني تدور على حل لمشاكلك وتحاول تحلها، الإيمان بقى يعني تستسلم للواقع المرير وتقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ازاي يعني؟ ازاي؟ برنامج العلم والإيمان زمان يا مودي برنامج مشهور جدا جدا، تقريبا كلنا اتربينا عليه من واحنا صغيرين، وده بيخلينا نسأل هل العلم والإيمان بيتعارضوا مع بعض؟ وهل المسيحية اصلا مش بتحترم العلم ولا بتحترمه؟ وهل يا ترى في قضايا معرفش العلم يجاوب عليها؟ والسؤال بقى اللي مضايقني، ليه كل العلماء كلهم كل اللي بشوفهم ملحدين؟ ليه؟ ده سؤال مهم جدا. يلا خلينا رايحين هنشوف. احنا بنستري وبالعكس، وكمان ده احنا كمان يعني بنحاول دايما ان احنا يعني نحقق من شأن من يدعي ان هو يؤمن بهذه الاشياء، يعني نصف بالجنون والعبط. شيء طبعا مش منطقي ابدا، يعني انت في الاخر انت مؤمن بنظريه غير علميه وغير مثبته وعايز تفرضها عليا كمان، يعني تزودها قوي، يعني انت كده بتقزم العقول وتخسرها. ده يعني شيء مش مش مش, مش جيد ابدا لمستقبلنا. لازم نسعى ان احنا نحترم العلم اكتر، ان احنا ننشئ جامعات علميه لوحدنا حديثه، وما نخافش ولا من افكار اصلا الناس بتلغي. ليه الكون جه؟ ما عنديش اجابه ليه. زي كده ما انا اقول لك ليه الاله جه. انا بتستغرب قوي من الناس اللي يقول لك فسر لي البيج بان. طب ما تفسر لي الاله. لكل شيء سبب، فما هو سبب وجود الاله؟ هل الدين قدم اي حل للموضوع؟ يعني هل هو قال لي اه طب انا ممكن اخليك ما تموتش خالص، ده انا عندي اله بيقوم الاموات. فين؟ قلت له طب فين؟ يا ريت يعني، يا مرحبا بابا، يعني فرصه سعيده جدا، هات لي اله بيقوم الموت، هات لي اله بيعمل ده كله. انا دلوقتي انا واحنا نازلين دلوقتي بعد ما نصور، لو انت كعبيت رجلك بكسر هيعمل لك ايه الدين في كسرت رجلك؟ ولا اي شيء. العلم هو اللي هيساعدك ان انت بكسرت رجلك، ولو كسرت جمجمتك كمان بعد الشهر هو اللي هيساعدك في ده، انه تكون بتكمل حياه ثانيه وبيطول في عمرك. لكن الدين ما عملش حاجه في ده كله. الايمان انت مؤمن، فالمؤمن بيريح نفسه ان الله خلقك. انما العلم ما اقدرش اقول ان هو ما جاوبش، انما هو لسه بيجاوب، لان العلم لسه في بداياته، احنا لسه في بداياتنا. احنا طلعنا، احنا اول مره نخترق الجاذبيه الارضيه كان من 30 سنه. هل العلم قدم معنى للانسانيه والوجود؟ هو قدم معنى، وانا كلامك بسيط جدا، هو مش بنفس المعنى اللي قدمه الدين. يعني الدين قدم معنى اكثر كمالا، انه انا مثلا هديك حياه اخره، اتكلم على انه في حياه بعد الموت، وبالتالي ده معنى كبير جدا، اللي هو انا مثلا كواحد عشت في شقاء، عشت في فقر، عشت في اي حاجه، الدين هيكون بيديني حياه تعوضني عن ده كله، فده معنى كويس. العلم مش كافي انه يفسر كل حاجه، والعمر عمره ما هيبقى كافي انه يفسر كل حاجه، لان كل ما بتتقدم كل ما بتكتشف. الدين بيقول لا ده في احلى من كده بكتير، طب فين يا عم الحاج؟ لا ما بعدين بقى، مش ما عنديش دليل عليه. طب فين؟ تقول لي لا طوبى لمن امن ولم يرى. انت ما تسالش عن حاجه، ما تدورش على حاجه، ما فيش دليل، اصدق كده. نقطه البدايه دايما مفقوده بالعلم، بس دايما في ناس بتبحث عنها.
بس هو مش هيعرف يجاوب عنها. ليه؟ انت دلوقتي بتقول مش هيعرف يجاوب عنها، ممكن بعد 100 سنة يجاوب عنها، ايه المشكلة؟ لكن انت مش قادر تعمل ده، ما تعطلنيش على اللي بعمله، وتقول لي اصل ده هدف مش فاليبل قوي زي الهدف بتاعي، مش قيم، مش جبار زي الهدف بتاعي اللي هو هدف انه تعرف في حاجه اخرى. لا، ما الهدف بتاعي كويس جدا، هدفي انا كانسان كشخص، وهدفي انا كبشريه ان احنا نكون بنعمل بنوصل للالوهيه بقوتنا الذاتيه. العلم مشي مشوار طويل جدا، العلم ادانا حاجات كتير قوي، العلم ادانا النضاره لما نظرنا بيضعف، احنا دلوقتي شايفينها شيء عادي لانها خلاص اتعودنا عليها بقت عاده. العلم ادانا القدره ان احنا نوصل في مسافه كانت الناس بتوصل لها في سنين ساعات. العلم لسه بيتطور، هو ما قدرش يجاوب على كل حاجه، انما مش معنى كده ان هو ما جاوبش. طب هل هيقدر يجاوب على كل حاجه؟ اكيد كل حاجه اكيد هيقدر يجاوب. بنسمع كتير يا داني انه العلم في اتجاه والايمان في اتجاه تاني خالص، ده ماشي في حته وده ماشي في حته، ويمكن ناس كتير بتقول انه العلم بينقض الايمان، بيهز الايمان، مش بيدي سبورت للايمان. فكنت عايز اعرف منك ايه العلاقه ما بين العلم والعلوم والعلماء، وازاي ده يقدر ياثر على الايمان بشكل عام؟ يعني بفهم هاي الحرب المفتعله، بسميها حرب مزيفه تم الترويج لها من سنين طويله، انه في حرب غريبه بين العلم والإيمان، والاثنين العلاقة بيناتهم علاقة تدميرية. بقبل حاولت أبحث في أصل الحرب، لم أجد شيئا لحد هاي اللحظة. أنا مش عارف من أين هي التقاطعات غير المنطقية بين الاثنين، وهذا بسبب التعريفات الموجودة للإيمان وللعلم. وباي ذا واي، ما حدش بينفع تستخدموش كلمة العلاقة بين الإيمان والعقل كأنه العقل بديل عن العلم. العقل ليس بديل عن العلم، العقل يستخدم في حيز العلم وفي حيز الإيمان. بس حقيقة هاي الحرب مش موجودة، والعلاقة بيناتهم زي ما أنا بعرف أنه تم طرح الموضوع سابقا، علاقة بيناتهم علاقة محترمة جدا، ليست تدميرية، كانت قائمة منذ سنوات طويلة على أساس شيء محترم، ولا زالت الأمور بالطريقة هذه. علشان هيك محتاجين نعيد صياغة الموضوع بالقعدة هاي بشكل جديد شوي مختلف، لأن المسيحية بتحترم العلم وهذا إشي حقيقي. ففيش تناقض بين الاثنين. رح نشوف. إيه نظرة المسيحية للعلوم؟ أقول لك السؤال إزاي يكون كمان يا مريم. أوكي. هو ليه المسيحية بتحترم العلوم؟ بتحترم العلوم يعني جداً. هي بتقبلها. بتقبلها أصلاً. مساهمة العلم في الإيمان وهذا الشيء يحترم ويقدر، ورح نحكي فيها هلا كمان شوي. لكن السؤال الحقيقي اللي حاب أحكيه وأشارككم فيه وحطه على الطاولة قدامكم بموضوعية كتير كبيرة، المسيحية الوحيدة اللي بتعطي هاي الكرامة، هذا الاحترام للعلم، من أي منطلق؟ لأنه نظرة الإيمان للكون نظرة مختلفة عن باقي الأديان. المسيحية لا تنظر إلى الكون ككيان ميتافيزيقي مليء بالأرواح والسسبنس، تطلع عليه بكل موضوعية كناتج طبيعي عن خالق قام بتصميمه. فالكون اللي بتشوفوه اليوم المسيحية بكل مكوناتها، بكتابها، بتصريحاتها، بعقيدتها، بوحيها، تتعامل مع الكون، وهذا الكون يتصف بالعقلانية والمفهومية وما كان قبل الاكتشاف والاستكشاف. عشان هيك لما يجي العالم يكتشف الإيمان بيطالبه بيعمل ذلك، لأن الموضوع بخصه. فالعلاقة صارت حلوة لأنه نظرة المسيحية للكون نظرة إيجابية، مش كيان ميتافيزيقي، بالعكس كيان قابل للفهم والتعقل والاستكشاف. ماشي داني، ده من جانب المسيحية، بس أنا عايز أسأل سؤال بشكل مختلف أو بشكل مناقض. هل العلوم أثرت في الإيمان أو في المسيحية؟ يا الله. وفي نفس الوقت أنا يعني عندي شوية اعتراض إنه أحيانا الناس بتلتجأ للعلوم، لأن العلوم بنتكلم فيها على الشكل الواقع، أنا شايف، أنا بشوف مادة، أنا بشوف، إنما الإيمان دوت أنا مش شايف حاجة. صحيح. فأنا أحيانا بضطر إن أنا أآمن كهروب أو كخوف أو رعب أو مجرد تسكين للضمير. حلو. برد سريعا وأبلش من آخر جملة حكيتها، الإيمان يكون هروب من الواقع. لا،
اصلا بسبب عدم اعمال العقل في حيز الايمان الامور ساءت، بسبب تغييب العقل عن الايمان الامور صارت في فساد. لما صار الايمان عبء على العقل والعقل عبء على الايمان الامور صارت مضروبه. اليوم اللي عم بقوله مساهمات العلم في الايمان جليله محترمه، نحن نقدر نرفع الطائي احتراما لما قدم. تعرفوا لحد سنوات ماضيه مش بعيده كانت الظواهر مودي، الظواهر كانت الهه، والكواكب الهه، والامطار الهه، والنهر الهه، والفيضان الهه، والبركان الهه، والرعد الهه، كانت في طحشه الهه، في كميه هائله من الالهه. لكن لما اجى العلم وفنط تلك الظواهر واعطى للحقائق تصريحاتها احنا ارتحنا. كنا كمؤمنين مرمي على كاهل المؤمنين موضوع وقضية تصنيف تلك الآلهة، كمية هائلة من الآلهة. لما اجى العلم وورج الحقائق على حقيقتها حررت العقول من افكار مزيفة ظلت لسنين طويلة تتسلط على الإيمان. فمساهمات العلم، وهذا بعطيه بكل احترام وهذا أتشرف فيه، العلم مش بس أضاف للعالم وازدهر وأضاف التمدن والمدنية، لا، هو أيضا ساهم في أن يرتقي الإيمان ويأخذ قفزات في الحياة مع الإنسان. الجزئية الأساسية اللي عم بحكيها مرة تانية إن العلاقة بين الإيمان والعلم ليست تدميرية على الإطلاق. فبيكون السؤال بأي معنى؟ لأنه العلم والإيمان كل منهما، إذا بدي أختزل الفرق بيناتهم، في فرق على مستوى الحقل الفيلد، وفي فرق على مستوى آلية العمل. ما ينفعش إن إحنا نعتمد على العلوم بقى ويعني خلاص يعني نخلي بقى الإيمان ده. وهنا اسمح لي أرجع للنقطة اللي قلتها مودي، ليه ما نعتمدش ونشوف العلوم اللي احنا عم نعتمد على العلوم لانها عم نشوفها قدامنا؟ لانه المنهاج العلمي يعتمد على شغلتين اساسيات، المنهاج التجريبي فكل شيء قابل للخطا والصواب، وكل وماده البحث وموضوعه وطريقته واسلوبه ماديه. عارف شو يعني ماديه؟ يعني مرئي، مسموع، ملموس، محسوس، فهذا بيريح التعامل معه. لكن السؤال المحوري، هل نستطيع الاعتماد على العلوم فقط في الحياه؟ برغم انه نوع العلوم بيريحني، لكن هذا لا يمكن ان يقبل على كل المؤسسات، على كل المستويات، عند كل الافراد. لان العلوم لا تستطيع ان تقدم حلول شامله متكامله وافيه عن قضايا وجوديه خطيره في الحياه، قضيه الحياه والموت، حتى قضيه الاوريجين اوف لايف، اصل الحياه. لا زالت القضيه في طرح الفرضيات، في إطار وجود آلية عمل نكتشف فيها أصل الحياة وأصل الكون وأصل الكائنات الحية وأصل الإنسان، وقيس على ذلك الكثير من الأمور. وإن كان فيها داني بدون قطع كلامك بليز. بعض الفرضيات تحولت لنظريات في الجزء بتاع الأوريجين أوف لايف، أصل الحياة ابتدى منين، فلسه في ممكن يبقى فاكت في يوم من الأيام. يوم من الأيام، اسمع، ووجودها كفاكت، هنا النقطة اللي بدي أقولها، حقيقي حقيقة بكل أمانة مهنية لا يتعارض مع الإيمان. السؤال بيقول كيف بتعارضش مع الإيمان؟ وإذا قدرنا نلاقي ميكانيكية عمل تتحول لنظرية مثبتة بقوة صريحة موافقة من جميع الأطراف، لأنه العلاقة بين الإيمان والعلوم لازم تكون واضحة. الإيمان يتعامل بحقل بنسميه حقل المعنى والقيمة والهدف، في حين أن العلوم تتعامل مع مستوى واحد هو مستوى الفاكتس، الحقائق والأدلة المادية. صح، فالعلوم تقدم فاكتس والإيمان يقدم معنى وقيمة وهدف. اسمع السؤال، لو بدي أسألك أنا، تحملني السؤال. ماشي، ما هو معنى، كيف تقيس، كيف تقيم معنى الأبوة، معنى الصداقة ماديا؟ احسب لي إياها، give me the equation، احسبها. ما لهاش حسبة. لا، حاول فكر، لن تستطيع. ما مش حاجة اسمها كده، ما فيش أحسب. إزاي أحسب؟ في كتير أمور في الحياة لا يمكن العلم يدخل فيها، مش لأنه ما بده، لأنه لا يستطيع. ليش؟ لأنه موضوع البحث ليس تجريبي، غير قابل للخطأ والصواب،
وغير مادي، غير ملموس، غير محسوس، غير مرئي. علشانك نحن بحاجة لطرح آخر في الحياة يتعامل على مستوى المعنى وعلى مستوى القيمة وعلى مستوى البيربس، الهدف من الوجود. فالخلاف معلش عندي اعتراض هون. يلا أنا عشان أكمل. أنت بتقول إنه الإيمان بيخليني ليه معنى، ليه هدف، ليه يعطيك يديني. معنى يعطيك. أنا ممكن أستغنى على الإيمان وبرضو يبقى ليه هدف، برضو ليه معنى وليه قيمة وليه كل الحاجات الحلوة دي. بحب أعرف كيف. يعني مثلا أفدت بلدي في حاجة، هذا المعنى هذا بالنسبة لي تحكي لي هذا أعطاك هدف وأعطاك معنى. ما معنى الذاتي بقى اللي أنا بقيت قيمة، يعني قيمة حلوة في عين يعني. أوكي رح أدخل الموضوع القيم لأنك بدك تدخل فيه. القيمة الإنسانية لا توجد إلا في أنه الإنسان يكون عارف غاية وجوده. وغاية وجودي على الأرض إذا بسألك يا أنت يا شخص مادي، مادي يعني بكل بساطة وأنت زلمة إلك على هذا الطريق، إذا كان الإنسان عبارة عن تطورات بيولوجية لتفاعلات كيميائية، ممكن أسألك من أين تأتي بذلك تلك القيمة؟ التفاعلات هاي غير عاقلة، كمان هي عبارة عن كونسيكونس بدون ما تفكر. جيب أي خلايا حطها، صار اليوم اللي عم بدك تسوي استنساخ مثلا، ممكن يتعامل مع خلية حية تأخذها تحطها بتشامبر تعطيها سبارك، بيطلع كائن غريب لليوم مش قادرين يضبطوا تفاصيله ومش عم تمشي الأمور كما ينبغي. اللي بقوله إذا كنت تطالب بذلك وبدك تكون لك معنى وقيمة وهدف، يا الله قديش المواضيع عندك معقدة، ما بين قيم أخلاقية، ما بين قيم معيارية، ما بين نقاط مرجعية، ما بين هدف بغاية وجودك وأنت عبارة عن تفاعلات، مجموعة تفاعلات كيميائية. الموضوع خطير. فاللي عم بقوله إنه العلم يقدم فاكتس والإيمان يقدم معنى وقيمة وهدف. أقول لك سؤال وأوقف مرة تانية هون، حبيت السؤال تبعك فأنت استفزيتني. أنا أخاف ما استفزيتني. ماذا يقول لك العلم؟ تمسك ديناميت تفجر فيه بلد ولا تفجر فيه جبل لتأخذ المعادن منه؟ أكيد أفهم. ماذا يقول العلم؟ لا ندخل بيه حروب بقى وندمر بعض. ما حكاش العلم هيك، لا العلم لن يقول لك ذلك. لا نفجر بيه الجبال وندجي. ولا هقول لك، العلم بيقول لك أنا عندي تول اسمها الديناميت. أنت استخدمها. أنت استخدمها. شكرا. أنت تستخدم. توقعوني أنا. تستخدم أنت الأشياء. الأشياء لا تمتلك في ذاتها، والعلم لا يستطيع أن يحكي لك يعني وين تستخدم الأشياء، لأنه هذا مرتبط بقيمة وجودك. فعلشان هيك الإيمان لازال محتفظ بكرامته كمصدر للمعنى والقيمة والهدف، في حين العلم ومقدر جهوده بيقدم لك حقائق، وتلك الحقائق لولاها احنا لازلنا في الإيمان نعبد كواكب ونجوم. كانت لليوم الفيضانات أفعال وأعمال الآلهة، هاي الآلهة الغريبة. نقطة تانية محورية في الاختلاف وبتساعدنا حتى نفهم دورنا كمسيحيين في هذا الكون اللي بيحترم العلم. العلم يعمل كمان بيتر على مستوى آلية العمل، في حين الإيمان يقدم حلول على مستوى الأصول. اسمعوني صح، ممكن توضح أكتر للكلام ده. الإيمان يبحث، معروف هذا الدياجرام ممكن تشوفوه كمان هيك أورجيكم إياه، إذا بتطلعوا على الإشي هاد قدامكم هذا رح يساعدكم شوي. إذا بتطلعوا على هذا المشهد حتلاقوا دائرتين فوق بحكي لك في العلم مسؤول عن term اسمه how، كيف يمكن أن تصنع هذه الأنبوبة البلاستيكية. الإيمان يسأل من أين أتى البلاستيك على مستوى الأصول. العلم يتعامل مع مكونات المادة وجزئياتها وطبيعة عملها وتفاعلاتها. الأصول الإيمان بيسأل من وين إجت تلك الإلكترونات والفوتونات والبروتونات. وجود الأصول، هاي الفكرة تفهموها صح، وجود الأصول لا يلغي وجود ميكانيكيات عمل، واكتشاف الميكانيكيات للعمل لا يستبدل الأصول. واختلاف اختلاف كمان الميكانيكيات طبعا مش بالضرورة اختلاف الأصول طبعا. وهذا بأكد اليوم العمل قائم على اكتشاف أصل الحياة. هذا عمل شريف، هذا عمل نبيل لا يهدد الله. اكتشاف ميكانيكية أصل الكون. تعرفين كم نظرية فيه؟ البيج بانج، نظريات الاسكليتنج، المالتيفيرس، نظرية الانتليجنت ديزاين، كلها ناتجة عن أعمال ناس يقوموا بعمل شريف على هاي الأرض باكتشاف ميكانيكية عمل. لما نيوتن اكتشف الجاذبية لم يصرخ فرحا الآن لا نحتاج إلى إله. شو التناقض هذا؟
اكتشاف ميكانيكيات عمل بيطمني ويطالب في الله. أكبر دليل على ذلك العالم المسيحي عندما يكون يؤمن بوجود إله، هذا لا ينفي استعداده وتعبه وجهده ومداخلاته ومساهماته في المؤسسة العلمية. في هذا المكان أنا هون رح أورجيكم كمية هائلة من مساهمات المسيحيين العلماء. على مستوى أسألك على ذكر نيوتن على مستوى بيتر، مش الحياة بشكل عام، بل على مستوى المؤسسة العلمية بالذات. الحاصلين على جائزة نوبل للسلام بترجاكم تطلعوا عليها بدوكيومنتس، بتمنى أقدر أحطها على الطاولة هيك بوضوح. كمية هائلة من العلماء، مندل، مين مندل يا صديقي؟ مكتشف الدي ان ايه للعلم الوراثي، راهب نمساوي اللي درس تشارلز داروين، مين؟ ويليام بيلي صاحب كتاب ناتشرال ثيولوجي، كان اللاهوتي لاهوتي وإيمانه بوجود إله كان لا يتعارض ولا زال لا يتعارض مع اكتشاف الميكانيكية. باختصار شديد جون لينكس، نيوتن، باسكال، إيمانهم بوجود أصول لا يتعارض بالبحث في موضوع الميكانيكيات، واكتشاف الميكانيكيات لن يستبدل الأصول. علشان هيك لك الناحية الثانية، ناس كتير بتقول يا داني أنه نيوتن يعني كان فيه كذا رأي على إيمانه. أوكي، أوضح شغلة، أنا مش عم بآمن في المسيحية لأنه نيوتن آمن، أنا عم بأكد كونه أي شخص يؤمن بوجود إله أياً كانت تبعيات صدق أو عدم صدق وجود أصل كإله لا يتعارض مع ميكانيكية الأشياء. أنا عم بأكد مرة تانية باختصار شديد، وجود ميكانيكية عمل للأشياء وهذا مطلب إلهي عم بطلبه منا عشان نتواصل مع بيئة أفضل وازدهار وتمدن ومدنية، لا يتعارض ولن يستبدل وجود الأصل إلا هو الذي هو الله، ووجود الله لن يلغي وجود والحاجة إلى وجود ميكانيزم. موضوع طويل، شكرا لكم. شكرا لكم. كده عرفنا ان المسيحية بتحترم كل العلماء، مش بس كده لكن بتخلي العلماء بتدفعهم ان هم يدوروا ويعملوا ابحاث علمية عشان يوصلوا للحاجات العلمية الحقيقية الموجودة. والعلم كمان بيتعامل مع الحقائق والادلة بطريقة تجريبية مرهية. والعلم كمان اكتشفناه ان هو بيهتم بسؤال ازاي، اما الايمان فكل هدفه ان هو بيسأل ليه، يعني كيف ولماذا. العلم بيقصد كيف والايمان بيقصد لماذا. كويس ان احنا عرفنا معلومات دي مهمة جدا. مبسوط يا بيتر اللي انا قعدت معاك، والقعده كانت لطيفه جدا. أنا شكرا ليك. شكرا.